لا يكاد يمر يوم دون تسجيل جريمة قتل لأسباب تافهة، آخرها الشرطي الذي أقدم على قتل زوجته وصهريه، وقبلهما جريمة ذبح من الوريد إلى الوريد راح ضحيتها شاب بولاية سطيف. جرائم بشعة يكون الجاني في أغلبها مضطرب نفسيا أو يعاني ضغوطا اجتماعية أو يتعاطى المخدرات. اولا السبب الاول هو لازم نتحقق من انه في كامل القوى العقليه، بعد ما نتحقق من الانسان هذا في كامل القوى العقليه نحوس على الاسباب، لانه السلوك الاجرامي هذا ما يخلقش ما يهبطش من السماء. من المجرمين هذو نلقاو عندهم سوابق تاع سلوكات عدوانيه، ممكن سرقه، ممكن سوابق انحرافات جنسيه، ممكن كذلك تعرض ل كما نقولوا ل اشياء ولا دي بتيت تريك هذوك لي دي اللي صار هذوك ولا حاجه، ممكن سلوكات عدوانيه، ممكن يكون مدمن على المخدرات، ممكن يكون كذا، فهذه السلوكات كلها تكون مسؤوله على هذه الاشياء. اللجوء إلى أهل الاختصاص والتكفل بالشخص في حال ملاحظة سلوكات عدوانية أو أفكار مشبوهة هو ما يجب القيام به حسب الأخصائيين. باش ما يروحش ليك سلام، باش ما يروحش لي باساج لك، لازم يعرض روحه على اهل الاختصاص، على مختصين اللي يعاونوه، سواء مختصين في العلاج النفسي او مختصين في الامراض العقليه. لكن اي انسان اخر حتى كي يشوف صاحبه ولا يشوف خوه ولا يشوف كذا عنده تغير في المزاج ولا مثلا بعض الافكار الاجراميه هكذا، فما يروح للانسان هذا، ما يخليهش وحده، تدخل احد الاقرباء ولا احد الاشخاص من اجل مساعدته يكون ضروري. الاختلال الذي لحق بالخلية الأساسية للمجتمع وهي الأسرة أدى بالأخير إلى شرخ بات متأصلا، شرخ أضحت فيه الجريمة عادية ويومية وتكاد تكون روتينية في تناس تام لحرمة النفس البشرية.